الو، مساء الخير يا فندم، بكلم حضرتك في وقت مناسب. انا كنت بحاول انتحر بس فالوقت مش مناسب، فممكن بعد اذنك يعني تسيبني ان انا اموت وانا مرتاح؟ هابي بيرثدي تو يو. انت مين؟ قبطان ابراهيم جارك. ايه مش فاكرني؟ هو الحقيقه انا مش فاكر ان احنا كنا جيران. يعني انت كنت صغير يمكن مش فاكر لما عزلته من عندنا. انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ دي كوره تضيعها. انت بتعمل كده ليه؟ انا مش كذاب. انا ما قلتش انك كذاب طبعا. ايه ده، لو انت حاسس انك كذاب يعني موضوع صحابك ده برضو جايين وكده ولا لا؟ عيش يا عمي، عيش كل يوم وكانه اخر يوم. مبسوط؟ هاوي. اشترك في باقات واتشت الشهرية، بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.